اهلا بحضراتكم مره تانيه في المحترف. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على المشكله الكبيره اللي فينيسيوس لاعب ريال مدريد والهجوم العنصري من جماهير فالنسيا، الحقيقه اللي كان ليها ردود افعال كثيره جدا على مستوى الصحف العالميه، اللي هنشوف حضراتكم اهم العناوين اللي موجوده النهارده في المحترف في الصحف العالميه. يلا نبدأ جولتنا سريعا في الصحف العالمية بديلي ستار الإنجليزية اللي كتبت صيحة ثلاثية للسيتي، وهذا هو اللقب الثالث على التوالي، والمان سيتي يبحث عن ثلاث ألقاب هذا الموسم. أما صحيفة الجارديان فكتبت ليلة التتويج، السيتي يرفع لقب الدوري ويستهدف التتويج بالثلاثية. أما صحيفة إيس الأسبانية ركزت على العنصرية اللي تعرض لها جونيور لاعب فينيسيوس لاعب ريال مدريد خلال مباراة فالنسيا بالدوري والتي خسرها ريال مدريد 1-0، وكتبت المستيا يهاجم جونيور والبرازيلي يجبر أحد المشجعين للخروج من الملعب بسبب لافتة عنصرية ثم يتلقى البطاقة الحمراء. كمان الجريدة ركزت على تصريحات كارلوس أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد واللي أكد من خلالها أن هناك مشكلة. أما صحيفة ماركا الأسبانية ركزت على فينيسيوس وكتبت جونيور يعاني من العنصرية، وركزت كذلك على إشارات جونيور بهبوط فريق فالنسيا، وركزت على تصريحات أنشيلوتي اللي أكد من خلالها أن الليجا لديها مشكلة مع العنصرية. أما صحيفة موندو ديبورتيفو تحدثت عن إمكانية عودة ميسي إلى برشلونة وكتبت هل يقترب ليو من العودة إلى برشلونة؟ دي كانت يعني أكثر الصحف العالمية وعناوينها الرئيسية.